سيدتي سادتي أعزائي الضراء الكرام، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر من قاعة مولاي يوسف من مدينة خريبكة من أجل نقل أطوار المقابلة ديال كأس العرش اللي كتجمع بين فريقي شباب خريبكة وفريق الصحوة المراكشي. يا مرتدة خطيرة، أمين أمين أش غيعمل الكرة ديالو مازال بن عريش كيتدخل، بن عريش كيتدخل في آخر لحظة وكينقض مرمى من هدف محقق لفريق شباب خريبكة. اي 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 محاولة خطيرة لفريق شباب خريبكة، 1-0. إذا زاوية زاوية، أمين، زكريا زكريا بعد قذفة قوية من لاعب أمين، وزكريا كيحول الكرة ويوضعها في الشباك في الدقيقة 8:53 ثانية. النتيجة كتغير وكتصبح 1-0 لشباب خريبكة من توقيع اللاعب زكريا. جميلة، اي 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 كون بين جميل، كون بين جميل، لو تسجل هذا الهدف كان غيكون هدف جميل. الزوبير كيقذف وكترتطم بالرجل ديال عادل الجودي وكتخرج الركنيه، ركنيه لابناء البهجه الصحوه المراكشي اجل ارباك الخصم وايجاد ثغره لمرمى الحارس. اي 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 تبادل كروي جميل، حوالي 9-10 ضربات متبادله ومركزه بطريقه سلسه، وكتنتهي بقذفه اللاعب عبد الله الدكاكي في اتجاه مرمى بن عريش اللي كيتدخل وكيخرج كاش غيعمل الكره ديالو كيمرر جميل عند عادل. اي 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 قذفه قويه اللاعب عادل الجودي وتدخل اروع وجميل للحارس بن عريش اللي تدخل في الزمان والمكان المناسبين. صراحه هذا الحارس اللي لولا لكانت النتيجه. كيلعبها طويله وجميله عند الصديق، جميله جميله جميله، وتدخل اجمل للحارس بن عريش اللي مقدم لقاء في المستوى الحارس المراكشي. تدخلات صائبة وفي محلها صراحة، لمحاولات بالجملة شاكيب عند أمين. يا 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 بن عريش، بن عريش برافو برافو برافو، حراس كبار بطريقة. يا 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 جول 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 جول، شاكيب شاكيب صراحة يسجل الهدف الثاني بعد ما مجهود فردي للاعب أمين اللي توغل وراوغ ولف ودار بطريقة جميلة، والحارس بن عريش كيتدخل على مرتين. ياسين 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 يضغط، اي 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 مرتدة، اي شاكيب شاكيب ما يرحمش، شاكيب ما يرحمش، شاكيب وجه لوجه أمام الحارس بن عريش، وهذه المرة كيتغلب على الحارس وكيسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث لفريق شباب خريبكة من توقيع اللاعب شاكيب اللي بعد دخوله وقع على ثنائية. إذا النتيجة كتغير مرتدة، لاعبين على الحارس، وطارق وطارق بكل بشاعة بكل بشاعة كيضيع كرة وجها لوجه أمام الحارس بالخضرة اللي تألق وسدد الكرة عوض طارق. إذا نهاية اللقاء بتفوق فريق شباب خريبكة 3-0، حد موفق لفريق الصحوة المراكشي، وهنيئا لفريق شباب خريبكة. إذا سيداتي سادتي، ما بقى لي إلا أن أودعكم في أمل لقاء بكم في المقابلة المقبلة إن شاء الله.